السعيد، لأن عبد الله السعيد برضو اسم مهم في هذه الجزئية. السيد تركي الشيخ ادى أموال لعبد الله السعيد في هذه الزيارة، قيمتها وشكلها سواء عبد الله السعيد أو أحمد فهمي. لا، هذه الزيارة اللي أنا عرفته إن في تحويل، لأن الورق ده تقدم في نيابة الأموال العامة من محامي المستشار تركي الشيخ، في تحويل من حساب رقم معين للحساب الشخصي بتاع عبد الله السعيد. وده بشكل مباشر؟ ده بشكل مباشر كعلاقة بينهم. الأهلي لا علاقة له بهذا الأمر، ولم يحط علما بهذا الأمر، ولا اللاعب قال للأهلي إن هو خد كام، بقى طردية هدية. في النهاية برضه في الوقت دوت مشار تركي الشيخ كان رئيس شرف النادي. هو محب للنادي، داعم للنادي، بيعمل طردية اللاعب. إذن أيضا هذه المبالغ لم تدخل خزينة النادي ولا تحسب أنها عند النادي الأهلي، سواء لعبد الله السعيد او احمد فتحي. وعلى فكره وفي ذات اليوم في موضوع عبد الله السعيد اداره النادي خدت قرار باعاره عبد الله السعيد. تم عرضه للبيع في نفس اليوم. نعم. بعد حسم الامر. نعم. طيب، اذا نيابه الاموال العامه او الجهات